الحاجة الوحيدة اللي بتخليك تستحملي كل الديسبشن بتاعت الخيل انك انت تكوني بتحبيه. مهما عمل فيكي هتحبي برضه. انما النهارده دلوقتي اللي انا بشوفه من بعض مع الناس كل امالهم انهم يكسبوا زي هوجة الريس اللي كانت موجوده. انما يعني مثلا الريس بقى لما تيجي تمسكي ساره براد ما فيش ارتفيشال انسيميشن، ممنوعه مش موجوده. واخد بالك كل الامبريو ترانسبلانت لا ده كانت مش موجوده. حتى يعني بيشتغلوا بعقل عشان يحافظوا على ثمن الحاجة. ما هو الكوانتيتي والكواليتي، هما بيحافظوا على الكواليتي وبتفضل الكواليتي عالية والكوانتيتي مش بتاعته. وده كتبه في واحد اسمه تيزيو، ناسي اسم الحصان كان ايه، سارة براد ده مش عربي يعني. هو طلياني وكان احسن واحد بيربي، اسمه تيزيو. تيزيو اوكي. انا بدور على الكتاب بتاعه مش لاقيه. لانه انا سيرتي مثل على النت لو كده نشوف لما سيرتش على النت هتلاقيه طلياني مش هتلاقيه بالانجليزي. فتيزيو كتب قال كده من ضمن الحاجات اللي قالها، قال الارتفيشال انسيمينيشن ما تستعملش ابدا للخيل لانك انت عاوزه حاجه سبيشال في الحصان. عمر ما الارتفيشال انسيمينيشن تديكي حاجه سبيشال. ممكن تلاقيها لو كنت بتربي لحمه يعني بقر او قطيع بقى او قطيع. انما حتى لو كان القطيع ده بتاع بيقولوا ايه لبن، لا لازم تطلعي طبيعي لان في انرجي موجوده من عند ربنا بتبقى بين الطلوع وبين الفرسه وبين الطور وبين nobody can do better. دي حاجه بتاعت ربنا. واخده بالك؟ ومن ضمن الكلام بقى اللي يثبت ده حتى حكايه نونو دمها خفيف قوي. كان عنده واحد صاحبه، وصاحبه ده كان عنده مهره بيحبها لدرجه انه لما بنى بيته عمل الاستابل بتاعها الشباك بتاع اوضه النوم بتاعه يفتح على الصوف بتاعها. ولما يروح يطلع عليها، كان بيطلع عليها من انجلترا من نيو ماركت، يمشي وراها سايس يسحبها وهو يحبها جدا. وكان عنده يعني حاجه في مخه ان الفرسه دي هتكسب، هتجيب البيبي اللي يكسب التريبل كراون. التريبل كراون دي حاجه غريبه قوي انك تكسبيها دي، يعني لان دول ثلاث سباقات بيتعملوا في مده 13 يوم سارة براد. اللي يكسب الثلاثه سباقات جامده قوي في 13 يوم، اللي يكسب الثلاثه يبقى كسب التريبل كراون. ودول معدودين على الصوابع يعني واحد او اثنين اللي عملوها. يعني هو بقى فرستي هتجيب طب ايه اللي حصل؟ ان هو كل سنه يروح في الطلائق كانت اهميه في انجلترا في النيو ماركت الطلوقة ب 500 جنيه. فيروح يدفع 500 جنيه مقدم وياخد فرص يوديها يضيعوا عليه وتجيب ولا حاجة. تاني سنة برضو نفس الحكاية ولا حاجة. هو طلياني بس نيو ماركت لو كنت رحت هناك معرفش طالعة كده عاملة زي تحضيرة كده وهي فوق يعني. فلا أحصان ماشي، الدنيا بعد برد بقى في انجلترا متغطي بحاجه بشل ومكتوب عليه اسم الحصان وهو نازل من فوق. اوكي. وهو طالع ورا بتاع عشان يروح. فالفرسه وقفت والحصان واقف. الحصان واقف كده والفرسه واقفه.
ده يحاول يمشيها ما تمشيش، ده يحاول يمشيها ما تمشيش. فهو راح للراجل اللي ماسك الحصان قال له ايه ده؟ قال له ده حصان عادة 10 فريت، يعني ما هوش حاجة كبيرة، واحنا بنمشيه عشان الناس تعرفه يعني يشوفوه يمكن يعجب حد فيجي يطلب. وطبعا البطلوع بتاعته 5 جنيه مش 500 جنيه، 5 جنيه. قال له طيب، راح مدور الفرسة دور الحصان مش طلع منه، راحوا فوق خبطوا الباب، فتعوا لهم الباب قال لهم انا فلان وانا عندكم 500 جنيه، انا دافعهم مقدم عشان اطلع. قالوا له اه واحنا جاهزين. قال لهم لا مش هطلع. ازاي؟ قال لهم انا هطلع الحصان ده. قالوا له يا راجل ما معناته يعني انت ايه جرى لك حاجه؟ ده ب 5 جنيه وده ب 500 وده ب 500 وانت حاجزه بقالك سنه. قال لهم انا عاوز كده. فحاضر ومش عاوز منكم فلوس ولا ترجعوا لي ولا حاجه، انا هطلع قول 5 جنيه بتوع عطله. تصوري انها جابت بنت والوحيدة في الهيستوري بتاعت السارة براد، البنت الوحيدة في الهيستوري بتاعت السارة براد اللي كسبت. بتروح مني وكل اللي اظن في 2 تانيين هم اللي كسبوا في كذا 100 سنة دي. وهو عشان الانتويشن بتاع الحصان، الانتويشن بتاعت الاثنين هم كانوا مبسوطين من بعض. قال لك الانرجي دي ربنا اللي بيعطيها مش حد تاني، واخد بالك؟ ولذا هم قاعدين في الكواليتي مش قاعدين في الكونتنت. احنا بقى اكتر وادل، احنا تاريخ واحنا تراث، المفروض ان احنا نقعد في الكواليتي، واخد بالك؟ مش الكوانتيتي. احنا النهارده بقت كوانتيتي all over the world عشان طرق غريبه بقى. كل ده عشان I'm shocked ان الناس تبيع تاريخها وتبيع تراثها وتبيع الكالتشر بتاعتها عشان فلوس. يعني ما تقدريش انت تيجي تقولي لي دلوقتي الهرم الطب بتاعه اتقشر، خلينا نعمله بلاستيك لبني، ده تمام، ده اللي عاوزين يعملوه. هل تعمليها في الهرم ولا اسمه ايه ده مناخير او اللي هو المناخير تاريخ تاريخ زي ما هو بعيوبه حاجاته كويسه. النهارده انا بغير التاريخ، النهار ما يروح مني هذا الحصان مش هلاقيه تاني، لان دي كالتشر، الكالتشر دي خلاص انتهت. ده مجدان، انا عارفه حضرتك كان ليكي فضل في ان حصان رشدان يفضل في الهيئه. انا كنت سمعت ان هما كانوا زمان كانوا اول ما اتولد كانوا عايزين يبيعوه. انا شفته كان عنده 6 اسابيع. قلت لهم الحصان ده ما يطلعش من الهيئه، وان كان يجي لكم في عرض انا مستعد ادفع العرض. وبقى هو من السيجنيفيكانت سايرز بتاع بتوع الهرم. انا عرفت انا جبت حصان عنده 6 اسابيع. في حاجه بتبقى جوه، ممكن حاجه دي سبيشال لحضرتك مش اي حد بيقدر يعملها. في ناس بيبقى عندهم برضه. من 40 سنه فاتت او من 50 سنه فاتت كان البريدرز اللي في العالم كلهم كانوا يتعدوا على الصوابع، ما يتعدوش على الصوابع اليد الواحدة. مش كل من طلع حصان على فرس، لا، لان بتاع الجاز بيطلع الحصان بتاعه على فرس، هوش بريدر. يعني انت واخده بالك ازاي؟ لما انا بتكلم بريدر كانوا لا يتعدوا الخمسه على الصوابع. النهارده كل من هب ومن دب سمى نفسه بريد. هقول لك حاجة. البحرين
عندهم خيل بتاعتهم. انا هشيل البرميل ده الاستبلاط الاميريه البحرينيه. ما حدش يقدر يقرب جنب الخيل. ده التاريخ بتاعهم. مهما قلت له يقول لك احنا فتحنا البحرين بالخيل. ده التاريخ يعني حافظين عليها لغايه دلوقتي من غير اي نذر. حتى وان مثلا عندهم مزارع لخيل ثانيه بس ستيل دي ليها البريدنج بتاعها ما بينها. انا نقيت مهره ومهر من الهيئه الزراعيه للامير راشد واحد منهم. وحتى لما راح هناك عرض قال لو كنتوا عاوزين الطلوع ابعته لكم، لان هم دي خيلهم دي التاريخ بتاعهم. فانا يعني بحترم الناس دي، احترمهم لدرجه ان انا اللي عمري ما رضيت ان اي حصان جاي من بره ينطلق على فرساتي. اول ما فرسه هتشيع من عندي هبعتها لي. ليه؟ اطلع عليها لان عندهم خيل من البحرين، وصلهم اثنين ذكوره من البحرين الهيئه. هديه من الملك. فانا حاطه من واحد. وصل لهم امتى الكلام ده؟ السنه اللي فاتت. اوكي. ذكرين هم ده؟ هم بعتوا لهم فرستين او كمان. بس فرسه ماتت وفرسه الثانيه ما مسكتش. انا اول فرسه هتشيع عندي السيزون ده. بس ربنا يستر يعني ان شاء الله. ابعتها على طول ينطلق عليها. ده يعني انا بتشرف بحد ذاته، واخد بالي. وانا لما شفت الخيل في البحرين انا عيطت. لقيته قال لي ايه بقى؟ قال لي الديسبشنز في الخيل سريعه جدا. Sometimes it takes a fraction of a second. يعني مثلا عندك خيل بتجريها في السبع. واحد ضرب الثاني بطرف بوز مناخير. مش بياخدوا صوره؟ تلاقيه ضربه بطرف بوز مناخير. ديسبشن. انت بقى صاحبك الحصان فاهمه انه كسب، تبص تلاقيه. فالديسبشن بتحصل. فقال لي شوفي الديسبشن بتحصل بسهوله جدا. الحاجه الوحيده اللي تخليك تستحملي كل الديسبشنز بتاعت الخيل دول بقى كانوا هورس بيبل، كانوا ناس فعلا بتوع الخيل، انك انت تكوني بتحبيه. مهما عمل فيكي هتحبيه برضه. فدي فضلت في دماغي على طول. الكلام ده كان من كام سنه؟ 40 50 سنة. اوكي. وبعدين ديك النهار في فرسة عندي بحبها قوي قوي. اسمها ايه؟ بغدادة. بغدادة. دخلت الحفلة وما خدتش نمر كويس. طبعا ديسبشن، لأن مش أنا بس، ده الناس كلها كانت ديسيب، لأنهم كانوا كلهم اكسبكتنج إن هي تاخد نمر. تاني يوم جولي ناس من أوستريا أظن أو حاجة زي كده. فكنا قاعدين هنا لان كان بالليل فالنور ضارب كده. فكنا قاعدين نشوف. جابوا بغدادة بره. اول ما جت هنا نزهت لها. بغدادة تعالي. راحت سحبة الراجل وجاية تجري عن السيد. انا افتكرت الكلام اللي قالوا لي لفرج. وقلت دي عندي بالدنيا بقى. لو جابوا لي كل الخيل اللي كسبت في الهيئه دي وبره وجوه وبطل العالم وعملوا صينيه كبيره ذهب ووقفوهم جواها وقالوا لي ده كله ليك للجنه دي، والله ما اعرف، والله ما اعرف. وبحلف ما بحلفش كده لان انا ما بحلفش خير. بلال اما شفته وقعت فيه. دوغلاس مارشال هو اللي جابه لك؟ لا لا، هو من هنا. هو من هنا يعني. كان مولود، ابوه سافر. وبالتاجي؟ بالتاجي كان في الهيئه. وكان في مزاد. وطبعا ما كانش في بالي ان انا اشتريه ابدا، كان عنده سنه.
وبعدين كانت عين ضايعة، لها عين ضايعة. فقعدوا يلفوا جروا الحصان، انا ما اعرفش ان عينه ضايعة. وبعدين المزاد انتهى وكانوا نازلينه في الاخر، ما حدش دفع فيه. فانا نزلت كده ببص لقيت الحصان بيجري، وما جه جنبي لقيت ان عينه فعرفت ان ليه ما حدش رضي يشتري. فكان في الله يرحمه الدكتور محمد، طيب قوي، كان واقف جنبي. قلت له دكتور محمد انا اخذت دكتور محمد ايه ماما شفتي دكتور محمد مين؟ لا توفى هو قريب، مش فاكر اسمه، كان محمد كان اللي هو ماسك الديجريهات والحاجات. قلت له دكتور محمد انا اخذت، قال لي ده عينه. قلت له معلش اخذته بقى. والحقيقه اللي عالجه لي الدكتور بتاعي بتاع عينيا البشري. كلمته قلت له دكتور انا عاوزه منك كذا وكذا وكذا، قال لي حاضر. انا كنت احب قوي ان انا اجيب نفسي بس مش هقدر لاني مشغول، فهبعت لك التلميذ بتاعي. اوكي. جه بقى وعالجه كله بجد، عالجه العين راحت. كانت راحت، انما يو دونت ايفن سي لان الشعر بتاعه بينزل كده. بس ايفن العين لو ضاعت هي مش ديفكت كبريدنج يعني، فهو ليه الناس ده اللي انا ما اقدرش انزله في حفله جمال. انما كبريدر بس. ف وبعدين فضل عندي، انا مش عارفه اعمل بيه ايه. ما كانش في فكري ان انا هطلقه او حاجه زي كده. وبعدين كان عنده، فاكره يوم حصل زلزال جامد؟ في اكتوبر 12 اكتوبر حصل ايه؟ كنا بنطلقه وحصل، وطبعا هم حسوا بالزلزال الاول قبل ما نطلقه. قلت له ايه؟ لان كل ما كبر بقى يعجبني. يعني بيعجبني. ف قلت هخليه فضل. كان عنده حوالي سنتين ونص. قلت هطلقه واجرب اشوف ولاده دول ايه. كان عندي فرسه بحبها قوي قوي اسمها صبيحه. فقلت له شو بقى، انا اديك صبيحة. جبت لي منها حاجة وحشة هخنقك، ولو جبت حاجة كويسة هتقعد بقى. بس فاداني، عمرك ما هتصدقي، اجمل مهرة في حياتي لها عنين، اجمل تو عايز. بنت للهيمي زمان قوي. فاول ما اتولدت انا استغربت، يعني فرس عينيها قد كده اهو وحاجه. قلت يعني شوف ربنا قادر على كل حاجه. اوعك تمشي ورا كلام حد. الحصان اللي عجبك تحسي انك في كونتاكت بينك وبينه تاخديه، انما يقول لك ده بينط ده بيعمل ده بيقرا.